واسمح لي اضيف على ده واسمع رايك وتعليقك برضو، انه امام طبعا بالتاكيد ما فيش شك انه واحد من الخامات المبشره جدا، وانت جاي الاهلي نجم، لكن ارجو انك انت تركز في الرساله دي جدا، انه ما تعتبرش ده نهايه المطاف، او ما تعتبرش وجودك في النادي الاهلي هو قمه الانجاز. بشوف لعيبه كتيره جدا جت الاهلي وهي خامات كويسه جدا ومبشره جدا، واعتبرت انه ده بدايه المشوار. ارجو انه امام عاشور من النهارده، من اليوم اللي تم الاعلان فيه رسمي عن انضمامه للنادي الاهلي، انه يعتبر ده بدايه المشوار، وفي الحاله دي صدقني ممكن تكون واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اكيد.